يا شيخ، انا الشيخ رحت للشيخ وقال لي معمول لك عمل على دم تعبان وعمل تاني مأكول. الشيخ ده قرا عليكي ولا قال لك اسم امك ايه؟ لا 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 لا، هو شيخ وكان جلسة قرآن يعني ورقية وكده وفي مسجد. تمام. طيب اذا هو قال لك على دم تعبان، ده راجل خبير قوي وقال لك التاني مكتوب. طيب خليني اسالك سؤال يا استاذه، انت ايه اللي خلاك اساسا يعني تقول ان في اعمال؟ ايه المشكله اللي انت بتعاني منها؟ بس ده السؤال. المشكلة اللي أنا بعاني منها الأحلام كتير وحشة. أنا كنت بحلم بيها، حلمت إن رجلي بيخرج منها جن في مسجد، وأنا كنت في مسجد واتقرأ عليا آيات من سورة البقرة، وكمان حلمت بخنزير عضني من رقبتي. يعني حلمت أحلام كتيرة بتبين اللي أنا فيا مشكلة، طيب المشكلة اللي وكمان موجودة كنت عندك أنا ايه يا تعبانة. استاذة؟ ايه التعب الجسدي اللي انت بتعاني منه؟ أنا حضرت للشيخ جلسة، جسمي مزرق، رجلي الشمال مزرقة، وتعبت جدا جدا، ومن ساعتها ورقبتي، وهو عمل لي حجامة على دماغي من الناحية يعني الشمال ومن النص عشان الدم الثعبان ده يخرج من أنا جسمي. بسألك سؤال، ده شيخ في مسجد؟ أيوه، طيب هنا يعني أنا أستغرب إن الشيخ يعمل لسيدة حجامة ديت، يعني ما يعني غريبة يعني بصراحة يعني. لكن قولي لي أنت إيه التعب اللي في جسمك الآن؟ إيه التعب اللي بتعاني منه؟ عندك صداع؟ لا هو انا كان عندي صداع ما بيقفش خالص، بس الحمد لله من ساعة ما عمل لي كده، كانت من يوم الجمعة اللي فاتت تقريبا، الصداع مشي خالص وعيني بطلت تصدع. طيب بس على طول كل ما اسمع قرآن او اسمع الرقية بتاعت حضرتك احس بغثيان جامد في بطني، وساعات بدوخ وساعات ما بعرفش اسيطر على عيني. هل انت بتعاني، هل انت عندك اعراض غير ديت يعني؟ لا ما فيش. ايوه يعني ساعات حاجه بتصحيني من النوم وبحس اللي فيه يعني حاجه وحشه على السرير. يعني طيب قولي بسم الله يا استاذه، بسم الله قولي بسم الله كمان مره. بسم الله. انت صليتي صلاه العشاء صح؟ الحمد لله، بصلي ما بسيبش فرض الحمد لله، اوكي بس الفجر مش يعني اوقات كتير بسيبه وبصلي صبح لا صلي فجر ان شاء الله. ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنهم صنعوا كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. رجلك الشمال الآن فيها تنميل صحيح؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. رجلك الشمال فيها برودة الآن أو بردت الآن صح؟ ايوه صح. طيب في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ديت هتبص تلاقي كأن في تنميل حصل في راسك.
خلاص كده إن شاء الرحمن اسمعي رقية من الوقت الثاني. أما بالنسبة لموضوع الأحلام السيئة اللي أنت كنت بتشوفها مش هتتكرر عليك مرة ثانية، وحاول إنك يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار الصباح والمساء، وتصلي الفجر قبل طلوع الشمس قدر الإمكان، لأن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله ومش هتشتكي من حاجة تانية، خلاص نايم بإذن الله. طيب.